يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل، سقط العدل، سقط العدل، سقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب، وحين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب، الطفل في المغارة بزياد الرهبة، من كل طريق بزياد الرهبة، وتوجه الله الغامر، فاتن.
وأنا ذاهبة لأصلي سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن. من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام في حلقة برنامج صباح الخير يا قدس لهذه الجمعة التي نخصص فيها الحديث عن تبعيات قرار ترامب الأخيرة المتعلقة بإعلان القدس عاصمة دولة فلسطين عاصمة للاحتلال وتبعيات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإلى باب العمود المكان الذي تحول إلى احتشاد الجماهير تنديدا بقرارات ترامب الأخيرة المتعلقة بالعاصمة. وبعد إعلان اليوم الجمعة جمعة غضب ونفير زميلتنا كريستين ريناوي متواجدة الآن عند باب العمود لتنقل لنا صورة الأوضاع الميدانية وآخر التطورات الميدانية في العاصمة المحتلة. صباح الخير إليك كريستين ولضيفك الكريم. أهلا بك دانا وبكافة المشاهدين. بالفعل أتواجد في باب العمود وسط العاصمة المحتلة، يعني بدأ المواطنون يتدفقون إلى عمق البلدة القديمة لأداء صلاة الظهر هذا اليوم. العشرات من المواطنين يتوافدون إلى عمق البلدة القديمة، إلا أن قوات الاحتلال بدأت بنصب متاريس حديدية كما تشاهدون الآن في باب العمود. قوات الاحتلال تنصب متاريس حديدية وتحول ساحة باب العمود إلى ثكنة عسكرية. المواطنون الذين يرغبون بالوصول إلى البلدة القديمة للصلاة في الأقصى عليهم أن يشاهدوا هذا المشهد العسكري، ثكنة عسكرية تحولت باب العمود بفعل إجراءات قوات الاحتلال الميدانية. إلا أن يعني كما تشاهدون في هذه الصور المباشرة المواطنين يتدفقون رغم هذا التواجد العسكري الإسرائيلي. نشير إلى أن باب العمود يعني ولليوم يعني على مدار الأيام الثمانية الماضية شهد اعتصامات وتظاهرات كلها كانت سلمية وكلها كانت تلقى ذات المصير القمع. قوات الاحتلال كانت بشكل يومي تفض الاعتصامات التي يطالب فيها المقدسيون بإنهاء الاحتلال بداية، ويناددون ويرفضون القرار الأمريكي الأخير، قرار الرئيس الأمريكي الأخير دونالد ترامب، إما بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس أو قضية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهذا ما رفضه المقدسيون. على أي حال مشاهدينا سنستضيف وسينضم إلينا الآن وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني. أهلا بك معنا في إطار هذه النافذة المباشرة في برنامج صباح الخير يا قدس. يعني إجراءات ميدانية صعبة كما تشاهدون، يوميا كانت قوات الاحتلال تفض الاعتصامات السلمية، لا يرفع المواطنون أي شيء. على رفع العلم الفلسطيني في العاصمة المحتلة كفيل بأن يفض أي اعتصام. كيف تعلقون على هذا القمع الإسرائيلي الذي بمقابله يصر المقدسي بإرادة على إبقاء الصوت مرفوعا تنديدا بهذا القرار المشؤوم؟ أولا صباح الخير للجميع، صباح مقدسي جميل. ونحن نقف في بوابة باب العمود في الساحة التي تؤدي إلى باب العمود. هذه ساحة المرابطين، يجب علينا أن نسميها من الآن ساحة المرابطين والمرابطات، لأنه حقيقة أثبتت بأن هي نقطة انطلاق للتعبير عن الغضب، الغضب المقدسي والغضب الفلسطيني اتجاه ما يتم صياغته في أمريكا من ظلم باتجاه الفلسطينيين، ظلم مستمر منذ سنين طويلة وما زال هذا الظلم يستكمل حلقاته. نحن كما يرى الجميع هنا في الكاميرا، يعني هذه الساحة هي ساحة ليست مساحتها كبيرة، مساحة بسيطة، ولكن تم تقطيع أوصالها إلى حيز صغير هنا وحيز صغير هناك من أجل أن تكون الطريق فقط عبارة عن طريق لشخص واحد أو شخصين. طبعا هذا يعني واضح أنه هذه مدينة السلام، اليوم يوم جمعة، الناس تأتي للصلاة، وهذه هي إجراءات إسرائيل الفاشلة في إدارة المدينة. إسرائيل فاشلة في إدارة المدينة، عندما يعني يقوم بإدارة الأمن في القدس وزير اسمه جلعاد إردان، يعني هذا هو المتوقع منه. عندما يأتي القائد ليضرب المواطنين والمواطنات بيده بدل أن يعطي التعليمات ويراقب حتى لا يحصل خلل، يضرب بيده والشرطة تنظر إليه
نحن نرى مناظر لم يعهدها التاريخ الواقع، لكن هي تأتي في سياق الظلم، وهذا الظلم له نهاية بالتأكيد. المقدسيون بالرغم من كل ما يحصل في كل يوم يأتون هنا من أجل أن يقيموا الصلاة، وهذه هي البذرة، بداية الهبة كما كانت في تموز ستبدأ هنا من باب العمود، من أجل أن يقول ترامب أنه يتراجع عن قراره، وبنفس الوقت نحن ذاهبون إلى هيئة الأمم لإبطال هذا القرار. نحن هنا في القدس مرابطون وسنبقى مرابطين لنحافظ على مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وإن شاء الله نحن لها وأثبتنا ذلك. وكل هذه الخزعبلات وهذا الفشل في إدارة المدينة هو في صالحنا، حتى يعلم العالم بأنه لا يمكن أن تكون القدس بأيدي دولة عسكرية كهذه الدولة. يعني أنت يعني كوزير لشؤون القدس كنت تشارك في المسيرات، يعني بالسبت الماضي في شارع صلاح الدين تحول إلى ساحة حرب على مدار 4 ساعات من المواجهة، هنا في باب العمود أيضا المواطنون يتعرضون للقمع إلا أنهم يصرون على إبقاء الصوت مرفوعا، كيف تفسر هذه الإجراءات؟ يعني هنالك خصوصية في مدينة القدس لا يسمح للاحتلال بتنظيم نشاطات ليس كباقي المدن، وفي كل مرة يكون المصير هو القمع، إلا أن هنالك إصرار يوميا نشهد فعاليات كما تشهدها الأراضي الفلسطينية تنديدا بهذا القرار. الأمور إلى أين بنظركم؟ وهل الاحتلال يحاول أن يؤزم الأوضاع بشكل أكبر؟ يعني كما ترى هنالك خطوات استباقية على الأرض، يبدو أنه لن يسمح بأي تجمعات، لن يسمح بأن تكون هنالك مسيرات عقب صلاة الجمعة أو أي فعاليات منددة أخرى. يعني الفلسطيني يعني بإمكانه أن يجد الوسيلة ليعبر عن رأيه دائما، وهو قادر أن يبدع دائما. هذه الحواجز وهذه التصرفات إنما تنم عن فشل أمني كبير ذريع. انظر إلى المنصات، في كل جهة منصة، كأننا في سجن، منصة هنا ومنصة هناك ومنصة، يعني القضية مضحكة، القضية مضحكة. هذا فشل ذريع، لا يمكن لجهة ترعى أمن من هذا النوع أن تحكم مدينة من هذا النوع، هذا تناقض كبير، وهذا يبشرنا بأن إن شاء الله الخلاص، وهذا الاحتلال إلى 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 سيذهب إلى غير رجعة. بعد نصف قرن من الاحتلال، ما يطالب به المقدسيون هو إنهاء احتلال مدينتهم، رفع الظلم عن أرضهم ومقدراتهم ومقدساتهم، وإزالة كل هذه المظاهر العسكرية عن كنيسة القيامة، المسجد الأقصى المبارك، عن الأماكن المقدسة في هذه المدينة التاريخية. ولذلك باعتقادك يندد المقدسيون ويرفضون أي قرار أمريكي أو غير أمريكي يرسخ هذا الاحتلال ويشرعن هذا الاحتلال؟ يعني ما يطلبه المقدسيون من الدول العظمى إنهاء الاحتلال ورفع الظلم، لا يعني إطالة الطريق أمام التحرر ونيل الاستقلال الكامل. يعني أمريكا فقدت كونها راعية لعملية السلام. القضية عبر 25 سنة كانت خداع لا أكثر ولا أقل، وإعطاء الفرص لإسرائيل من أجل أن ترسخ احتلالها بإجراءات على أرض الواقع. والآن الأمور واضحة، يعني الأمور واضحة أمام الفلسطينيين، واضحة أمام العرب، أمام المسلمين، أمام المسيحيين، أمام العالم أجمع، أمام أحرار العالم. وأنا على يقين يعني بأنه ما سمعناه من ردود فعل في الفترة الأخيرة بعد قرار ترامب هو موضوع يعني يوضح أن الناس استوعبت الفكرة، استوعبت أنه في شعب، مش كما قيل في السابق أنه ما في شعب في فلسطين، واستوعبت بأنه هذا الشعب لا يستسلم وهو صعب، ويقولونها حتى الإسرائيليين، وبالتالي يجب أن يفكروا بطريقة أخرى من أجل أن يزول هذا الاحتلال ويعيش هذا الشعب بسلام، وإلا ستبقى المنطقة على هذا النحو تتفتت وتتآكل، وسيبقى العالم يعيش تحت طائل الإرهاب في كل مكان، لأن الظلم عندما يبدأ بفلسطين ينتشر في كل مكان. السيد الرئيس قالها عدة مرات بأنه يعني في حال لم تنال فلسطين الحرية لن يكون هنالك سلام وأمان في كل العالم، في كل المنطقة. تأكد مرارا قيادة وشعبا أكدوا بأن القدس هي مفتاح الحرب ومفتاح السلام في كل المنطقة، لن تكون هنالك دولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها. وبالتالي من هذا المنبر، من قلب باب العمود وسط العاصمة المحتلة، في ظل كل هذه الإجراءات، على ماذا تؤكدون مجددا؟ نؤكد بأن السلام يأتي من القدس، مفتاح السلام بالقدس ومفتاح الحرب بالقدس.
هذا ما نقنع به، وأنا على يقين بأن العالم بدأ يقنع به. هذا شيء جيد. نحن ذاهبون إلى المعركة الدبلوماسية والسياسية في كل العالم. نحن سنرابط على هذه الأرض حجر حجر وبلاطة بلاطة. نحن لا نرفع الرايات البيضاء. لن يرتفع في القدس إلا علم فلسطين، هذا العلم الجميل الذي جبل بدماء الشهداء. فالجميع على الجميع أن يكون قانع بأن هذا الاحتلال الظالم الفاشل في إدارته لكل الأمور هنا في مدينة القدس إلى زوال، والشعب الفلسطيني سيحصل على كرامته، سيحصل على حريته إن شاء الله، وسنأتي إلى المسجد الأقصى المبارك ومن هذه الساحة الجميلة بدون قيود وبدون حواجز وبدون منصات وبدون شرطة بتضرب الناس، وهذا كله إن شاء الله سيزول والفشل سيزول. يعني رغم كل هذه الإجراءات الآن الناس تمر من بين الحواجز بشكل طبيعي، وبالنهاية قبلتها الأقصى وستصل الأقصى، كيف تعلق على هذه الإرادة وهذه الإرادة الصلبة لدى الشعب الفلسطيني؟ هذه الإرادة عندما يذهب هؤلاء بعد هذا العناء إلى المسجد يكون في معنى للصلاة، معنى الصبر والإيمان. هم يرسخون مراسيم وطقوس الصلاة على أرض الواقع، عندما يعني يقوم هؤلاء بالقدوم من كل قرى القدس ومن كل مكان في القدس بالرغم من كل هذه القيود، إنما هذا هو الإيمان الذي يطمننا بأن الفرج قادم. شكرا جزيلا معالي وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني، شكرا جزيلا على هذه المشاركة في هذه النافذة المباشرة ضمن برنامج صباح الخير يا قدس. إذا دانا ومشاهدينا الكرام، هذه صورة الأوضاع في باب العمود رغم كل الحواجز التي نصبتها قوات الاحتلال وكل هذا التفتيت والمشهد العسكري الذي يطغى على باب العمود، إلا أن المصلين في النهاية يصلون إلى المسجد الأقصى المبارك. إصرار مقدسي على إبقاء هذه المدينة تضخ بالدم العربي والفلسطيني، والفعاليات المنددة بالقرار الأمريكي الأخير بشأن القدس متواصلة وما زالت تصدح في مدينة القدس رغم كل التضييقات الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية لوأد هذه الحالة، حالة الاعتصام الدائم بطبيعة الحال. شكرا لك كريستين الرناوي زميلتنا ومراسلتنا في باب العمود، ولضيفك الكريم على جل هذه المعلومات، ووضعتنا في صورة آخر التطورات الميدانية في العاصمة المحتلة وضمن اعتداءات الاحتلال المستمرة على العاصمة والتي تطال الأحياء والأموات ما تسمى وزارة البيئة والآثار والطبيعة. وبرفقة شرطة الاحتلال قامت باقتحام مقبرة باب الرحمة في باب الأصباط على مدار يومين متتاليين، وقام بقص وقطع أشجار في منطقة تدعى مقبرة السلاونة، عدا عن ذلك قامت بتسييج منطقة أخرى. نتحدث عن اعتداءات الاحتلال على مقابر المسلمين في شرق القدس وغربها، هنا مع ضيفي في الاستوديو عضو الهيئة الإسلامية العليا الأستاذ مصطفى أبو زهرة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. الحمد لله. في البداية جمعة مباركة، وهذا ليس الاعتداء الأول على مقبرة باب الرحمة. نعم، هذا حلقة من سلسلة اعتداءات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حلقة من سلسلة اعتداءات تقوم بها سلطات الاحتلال وأذرعها سلطة الطبيعة والأثار والبلدية. منذ يوم الأحد الماضي وعلى مدار 5 أيام قامت سلطة الطبيعة باقتحام مقبرة باب الرحمة، وانتهكت هذه المقبرة وتعدت عليها وبدأت بقص الأشجار ومحاولة فرض أمر واقع على هذه المقبرة في الشريط الشرقي ابتداء من جنوب المقبرة إلى شمالها في كل هذا الجزء الشرقي من المقبرة، محاولة تثبيت أن لها سلطة على هذه الأرض وعلى هذه المقبرة. هذا ما نشاهده الآن في الصور عبر شاشة تلفزيون فلسطين، وهو هذا الاعتداء المباشر بحق مقبرة باب الرحمة. نذكر هنا أن في مقبرة باب الرحمة أيضا منع الاحتلال المواطنين الدفن فيها منذ سنين في منطقة معينة منها، إلى ماذا تسعى حكومة الاحتلال من خلال هذه الإجراءات؟ حقيقة هذه إجراءات باطلة. هذه مقبرة منذ 1400 عام ودفن فيها الصحابة في أوائل الفتح الإسلامي العمري الأول،
ثم دفن فيها الشهداء والعلماء والأعلام والآباء والأجداد في هذه المقبرة. هذه مقبرة تشهد على نفسها وقبورها ومن فيها، إنها مقبرة إسلامية تاريخية. ما تدعيه السلطات الاحتلالية وما تدعيه المحاكم بأنها صاحبة عدل، حقيقة تفرض فرضيات معينة في الجزء الجنوبي، وتقول أن هناك منع للمسلمين من دفن موتاهم بجوار السور. هذا السور بناه من قبلنا وبناه العثمانيون، وهو المحاذي مباشرة للمصلى المرواني، ولا علاقة له بالديانة اليهودية على الإطلاق. هذا المكان دفننا به منذ 1400 عام وسنبقى ندفن فيه، وما ادعاء المحكمة العليا وباقي أذرع السلطة هنا هو ادعاء باطل، لأننا موجودين منذ عشرات القرون في هذا المكان وألاف السنين. نتحدث عن غرب المدينة والمجمع التجاري المقام على قبور المسلمين في مقبرة مأمن الله. هنالك في ذلك المكان وفي محاولة لدثر الوجود الإسلامي تدعي أن هذا المكان هو حق خاص وخالص للمستوطنين، إلا أن حكومة الاحتلال وأثناء عمليات الحفر وجدت هنالك في حفرياتها مقابر جماعية تؤكد على الوجود الإسلامي في المكان هناك. نعم، حقيقة هذا كلام سليم. المقبرة هي مقبرة إسلامية منذ الفتح الإسلامي أيضا، وهي أكبر مقبرة مأمن الله، هي أكبر مقبرة في فلسطين، وكانت اتساعها التاريخي 200 دنم، واليوم هي 19 دنم، ومسجلة في دائرة تسجيل الأراضي البريطانية عندما حصل الانتداب البريطاني عام 1936، سجلت وموجودين هذه الوثائق الطابو بمساحة 138 دنم. معنى هذا ما تبقى من المقبرة 19 دنم، يعني هذا أن كل الامتدادات الشمالية والغربية والطرق وما يبنى على هذه المقبرة هو مقبرة، هو جزء من مقبرة مأمن الله. الجزء الشمالي بني عليه شارع يسمى بن سيرة، والآن تقوم بلدية الاحتلال بالقيام بأعمال البنية التحتية وما شابه، وتحفر في هذا الطريق. تم العثور على مجموعة من المدافن المتصلة مع بعضها، بعضها فيه حوالي 7 هياكل عظمية، ومستمر هذا المسلسل المدافن إلى أن وصلنا إلى جزء مغطى. معنى هذا أن في مجمع للمدافن في ذاك المكان، وهذا دلالة على أنه هذا هو امتداد المقبرة وبها هياكل عظمية، أقل واحد في 7 هياكل عظمية. الآن جميع المباني التي هي مبنية شمال هذه المقبرة، مقبرة مأمن الله، هي مباني على أرض وقفية، على أرض مقبرة مأمن الله. المواقف والعمائر والطرق وكل ما هو عليها، ومجمع ما يسمى متحف التسامح الضخم هذا هو على أرض المقبرة، كذلك مبنى التأمين، كذلك المدرسة الدينية. 70% من المقبرة تحولت إلى حديقة الاستقلال ما يسمى بعد تغطية القبور، كما غطيت في شارع بن سيرة، ويقام عليها مهرجانات الخمور وما شابه من ومظاهرات ومسيرات المثليين وكافيتيريات ومراحيض عامة على قبور المسلمين وهكذا. طب ما هو رد هذه السلطات التي تقوم بأعمال الحفريات وتؤكد هذه الحفريات أنها مقبرة إسلامية بسبب وجود رفات المسلمين كما ذكرت، وهذه العظام والتي تؤكد أن هنالك مسلمين مدفونين في هذا المكان، ردهم على هذا التأكيد الواضح والدليل الواضح وحتى بأم عيناهم، يعني هم من يقومون بهذه الحفريات إلا أنهم وجدوا رفات للمسلمين؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال سأمر مر تاريخي على مدخل مدينة القدس من طريق ستنا مريم إلى راس العمود. كان هذا الطريق باتجاهين، يعني مدخل المدينة كان له اتجاهان، طريق يمين وطريق يسار، يعني والصاعد إلى راس العمود. جميع السايد اليمين، الجانب اليمين من السارع تم هدمه، وبقي شارع واحد، سايد واحد،
الذي نذهب ونعود فيه بنفس الطريق الضيق بسبب ما يدعى أنه هناك في قبور موجودة في ذاك الشارع. تحول الشارع بسبب قبرين في رأس العمود، عند دوار رأس العمود تحول مسار الشارع عشان قبرين وجد على الطريق، والآن هما شاهدين في الطريق. معنى هذا جميع شارع بن سيرة وجميع المنطقة الشمالية كلها يجب أن تهدم جميع هذه العمائر وهذه الطرق وهذه المواقف السيارات التي بعثر عظامها وتناثرت. كذلك عظام متحف التسامح لا زالت إلى يومنا هذا بالصناديق وموضعة في مخازن معينة لم تدفن إلى يومنا هذا. حقيقة أن ادعائهم أن هذه المقبرة مندرسة وهناك فتوى في خمسينات القرن الماضي من قاض معزول وعزل فيما بعد، حقيقة هذه ادعاءات واهية وغير صحيحة. القبر موقوف على صاحبه إلى يوم القيامة، والقانون الإسرائيلي يمنع المساس بالقبور ويمنع وله قدسية معينة. أما هذه البعثرة وهذا هو انتهاك لقانون وضعي هم وضعوه وقانون سماوي يجب أن يحترم ويتبع. هذه المقابر يجب أن تبقى مقابر ولا تبعثر عظامها ولا يعبث فيها ولا توضع في صناديق وفي مخازن، هي لها مثوى في هذا الثرى وهذا التراب، يجب أن تبقى بسلام نائمين بسلام هانئين ولا يبعثر عظامهم ولا هياكلهم العظمية ولا يعبث بها. كعضو في الهيئة الإسلامية العليا، ما هي الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها للحد من إجراءات الاحتلال التعسفية بحق مقابر المسلمين؟ بالأمس كنا في مقبرة باب الرحمة واجتمعنا متولي وقف الحسيني وآل الحسيني ومتولي وقف الأنصاري ولجنة المقابر وكنت أمثلها وآخرين من الأوقاف، واجتمعنا مع المحامي وطلبنا منهم إثبات أوراقهم فيما يعبثون به في المقبرة، وكانت لدينا أوراقنا كاملة شهادات طابوا وأثبتناها، طابوا بدائرة تسجيل الأراضي الإنجليزية في عهد الانتداب، وطابوا إسرائيلي يثبت أن هذه المقبرة هي مقبرة إسلامية تاريخية مساحتها 23 دونم ونص، وكذلك باقي الوقفيات وكلها بمساحات وخرائط ووثائق تم تقديمها للمحامي المكلف. وفيما بعد في نفس النهار بالأمس قام المحامي باستصدار بعون الله وفضله باستصدار أمر لاحترازي بإخراجهم من المقبرة وإيقافهم بعد 5 أيام من عبثهم في هذه المقبرة، وإن شاء الله في 20 بالشهر في جلسة محكمة لإن شاء الله تثبيت حقنا وهو ثابت وواضح في هذه المنطقة في هذه المقبرة الإسلامية التاريخية التي دفننا بها منذ 1400 عام، وإن شاء الله تخرج ما يسمى سلطة الطبيعة وأشباهها من هذه المقبرة إن شاء الله. يعني كل الجهود مباركة ودام عطائكم للقدس وأهلها. كما ذكرنا في بداية هذه الفقرة، احتلال وإجراءاته مستمرة حتى فوق الأرض وتحتها تطال الأحياء والأموات. عضو الهيئة الإسلامية العليا الأستاذ مصطفى أبو زهرة، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا، يسعد صباحك وجمعة مباركة. الله يرضى عنك، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا، وعن المقدسيات والواجهة المشرفة التي صمدت في وجه كافة المحاولات التي تنتهجها حكومة الاحتلال من قمع واعتقال وضرب، وكجزء لا يتجزأ من تاريخ نضال فلسطين، آسي العيد زارت والتقت عدة نساء اللواتي تواجدن في باب العمود واللواتي أخذن على عاتقهن رفع اسم فلسطين عاليا من خلال شعارات منددة بقرارات ترامب الأخيرة. اللافت أن تلك النساء كن متواجدات طوال هذه الفترة عند درجات الباب العمود وتعرضن لأقصى أنواع الاعتداءات. الزميلة أسيل عيد ورسالة هؤلاء النساء وصمودهم في شاشة وفي هذه النافذة من برنامج صباح الخير يا قدس. صباح القدس
مشاهدينا الأعزاء، صباح العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. من هنا من باب العمود أو باب الشهداء كما يسمى، نقف اليوم للحديث أكثر عن النضال الفلسطيني وبالأخص النضال السيدات المقدسيات الذي بدأ منذ ما قبل الاحتلال، منذ الانتداب البريطاني وأكثر. من هنا نستقبل إحدى الناشطات المقدسيات السيدة فاطمة خضر للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك حبيبتي، يسعد صباح الوطن، ويسعد صباح عاصمتنا الأبدية زي ما قلتي إن شاء الله. ومهما شو ما يتكلم وشو ما يحكي شو ما يحكي ترامب، إلا إن هذه إن شاء الله من ألفات السنين عاصمة فلسطين الأبدية إن شاء الله. خالته النضال الفلسطيني، خاصة نضال السيدات الفلسطينيات في ضمن النضال الفلسطيني، ما بلش جديد، ما بلش في هاي الهبة وما بلش بالانتفاضة الفلسطينية، هو من 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 منذ القدم. ما أهمية هذا الموضوع؟ طبعا هو امتداد المرأة الفلسطينية من ثم المقدسية، هو امتداد من عشرات السنين، أو إحنا صار لنا من وعد بالفر ومن قبل إحنا مناضلات ناشطات مقدسيات في كل الحراك في الوطن، في الأقصى، باب العمود، كل بواب القدس، طبعا كل أفراح شعبنا، في كل أفراحنا الوطنية، يوم النكبة، يوم للأسرى، يوم النزحة، يعني 67 كله بتكونوا النساء موجودات سبحان الله بكثرة. وحتى يعني في نساء هون بالقدس مش مبينات، يعني مش ظاهرات، يعني كل احترام أنا بوجه لهم تحية، كل النشطات بالقدس ومن الصغيرة للكبيرة كل احترام له. هلأ عم بتوارث الجيل، هلأ الجيل الصغير كمان هذا اللي هم بناتنا كمان عم بياخدوا مننا العهدة، وعمانهم بتوارثوا وعم بيوقفوا معنا ومع وقفاتنا، لأنه إحنا لحد الآن باحتلال، إحنا باحتلال، وإن شاء الله عهدا علينا ورح نظلنا باقون في هاي البلد وهاي الكودس وعلى دراج باب وعلى كل دراج باب الأقصى، كل بواب الأقصى إحنا موجودين، في بيوتنا موجودين، إحنا حوالي 90% لاجئين من 48، فما بالك عمالهم كمان لسه لاحقيننا على بيوت الأجار ولاحقيننا على أقصانا. يعني اليوم بالمئات كانوا عمالهم بالأقصى بيقتحموه، يعني مش عارف، ما بدي أقول لك وين المسلمين، ولا إحنا أول إشي نبدأ بنفسنا كمقدسيين كفلسطينيين، إنه هذا الأقصى مش بس زي ما بقوله، الأقصى إله ربه يحميه مزبوط، ووعد السماء حق علينا إنه ربي رح يحرره من أيام الرومانيين والإنجليز وأيام العثمانيين وكل الأمم اللي احتلت فلسطين، صح ربي بيحميه، لكن إحنا مش لازم نكون متخاذلين 100%. خالته احنا بنشوف جيل صغير برضه زي ما حكيتي، انتوا بتورثوا هذه الافكار وهي المبادئ لاطفالكم، رغم انه بيحاولوا يقمعوا المظاهرات، رغم انه في 100 يعني عشرات الكاميرات، خليني احكي في هذه المنطقه بالتحديد، وجنود مدججين بالاسلحه، الا انه احنا بنشوف صمود مقدسي وصمود سيدات المقدسيات. تحكي لنا اكثر عن هاي التفاصيل، عن تفاصيل القمعات وعن اهميه احنا وجودنا رغم كل هذا. احكي لك شيء بالنسبه للمراه المقدسيه، هي لبؤة، هي بتدافع عن ابن الجيران، بتدافع عن ابنها، بتدافع عن بنتها، بتدافع عن كل شب، عن كل طفل بالقدس، حقيقه هاي واقعيه، في تعتيم. انا بحكي لك كمقدسيه ومن القدس، في تعتيم على المحطات التلفزيونات، بيجيبوا لك اللي بتكون مسيره بالالوفات، بيجيبوا لك لحين جندي، لحين بنت او ولد او طفل صغير، فاحنا كثير في تعتيم على المحطات. طبعا صحفينا الله يعطيهم الف عافيه بيقمعوهم اكثر مننا وبيقوموا بالواجب وزياده، لكن ما هل هاي القمعات بتخوف الفلسطينيين؟ شوف احكي لك، يعني كل نساء القدس تقريبا مسنات، شبابي، شباب حراك الشبابي اكثرهم عليهم ملفات امنيه، لكن هذا ما بيخوفنا. قديش مره اعتقلوني، قديش حككوا معي، عملوا لي ملف امني زي الشباب، لكن هذا بكون نشان على صدورنا، لان اذا احنا سكتنا مين بده يطلع؟ مين بده يحرك الموضوع؟ يعني احنا القدس هون بالقدس احنا بنحرك في كل انحاء العالم، واحنا بنشكرهم لكل انسان مخلص لوطن، لان هاي فلسطين، هاي مش بس للفلسطينيه، والاقصى مصر رسول الله، اذا هان على الحكام العرب وعلى المتخاذلين ما بهون علينا ولا على الشعوب العربيه، احنا بنشكرهم كلهم من المغرب العربي لمصر لتركيا لكل للبنان لكل الدول العربيه اللي وقفوا معانا، وقفوا عشان الله، مصر رسول الله، وقفوا مع الشعب المكلوب. احنا مش حاملين شيء غير كتاب الله وايماننا بالله وايماننا وعقيدتنا، انه هون ايمان وعقيده
مصر رسول الله، مش لازم احنا لو الله سبحانه وتعالى بده يعمل الاسراء والمعراج بمكه كان خلاه بمكه، كان خلاه باي دوله عربيه، لكن عشان يحترم الاسراء والمعراج ودين محمد ودين الله ودين سيدنا محمد حطوا عنا هون بلد المحشر والمنشر هون باذن الله تعالى. فلا يجوز ان احنا نتخاذل، لا احنا ولا اولادنا ولا بناتنا، شو ما يعملوا فينا شو ما ناكلوا فينا، بحطوا علينا كفالات يا خالتي بال5000 وبال10000، وشباب يوم يوم بيعتقلوهم وبيدفعوا فيش حدا، تقوليش في حدا واقف مع بيت المقدس ولا مع ابناء اهل المقدس ولا مع اهليهم، احنا لله تعالى لله تعالى احنا واقفين. وطبعا ربي بيكرمنا، ربي بيكرمنا، يعني الحمد لله البركه موجوده، شو ما يحطوا علينا الارنونه يحطوا علينا الملفات والابصر ايش، احنا موجودين هنا. اول شيء الام، الام اللي هي تخنساء فلسطين اللي هي بتعاني واللي هي بتفدي الاقصى والقدس بروحها وبدمها وبلادها وكل ما تملك، الام هي طول ما هي بتولد وبتخلف وبتورث اولادها حب الله وحب الوطن، ان شاء الله القدس باقيه. وانا بقول لترامب انت مش موجود عندنا، شو ما تحكي شو ما تقول ولا اي حاكم عربي، هاي القدس عربيه اسلاميه مسيحيه ان شاء الله الى وعد السماء، الى وعد السماء ان شاء الله وتتحرر باذن الله تعالى ان شاء الله. نهايه وباخر سؤال، هن في هذا المكان يلي سمي بباب الشهداء ايضا الى جانب باب العمود واللي بيحاول الاحتلال انه يحوله لثكنه عسكريه، ايش رمزيه هذا المكان يلي بتواجدوا فيه بشكل شبه يومي؟ احنا طبعا كراما لشهدائنا رحمه الله عليهم وجنات النعيم ان شاء الله، واول شهيد فيهم ياسر عرفات، وكل الشهداء الفلسطينيين من لبنان لكل وين ما كانوا كلهم انا ان شاء الله رحمه الله عليهم، وشهدائنا الابطال مش رح نضيع، هذه مكانه مقدسه عندنا باب الشهداء اللي هو باب العمود، مقدسه وعاليه، احنا بنصلي احنا هون بنأدي صلوات صرنا لاجل انه كراما لشهدائنا، وعهدا علينا رح نضلنا مواصلين الطريق ان شاء الله وباذن الله. لو احنا شهداء كلنا مشروع شهاده خالتي، شو ما يسووا فينا يسووا كلياتنا، انا اول وحده مشروع شهاده باذن الله، انا موجود هون طخوني ما طخوني مش رح انتقل ولا رح اطلع بالسيارات ولا بالتركات زي ما عملوا بال 48 وشردوا اهالينا وطلعوني ال 48، واحنا بالقدس هون باقون. شايفه الشجر اللي في الواد؟ بالواد هذا بكون عروقه قويه، بوادي بلادي اللي هو شجر الزيتون شجر الخروب كل أشجار الفلسطينية احنا مزروعين في القدس هون زيه، صعب انهم يخلقونا باذن الله تعالى، احنا هون صامدون مرابطين ان شاء الله الى يوم الدين جنبا الى جنب، المقدسيه المراه والطفله والطفل والمسن والختيار كلنا مع بعضنا باذن الله تعالى، كل الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين السيدة الناشطة المقدسية والمواطنة المقدسية فاطمة خضر، شكرا جزيلا. عفوا حبيبتي وشكرا للتلفزيون فلسطين. من هنا نختم هذه النافذة، وهنا استحضر ما قاله نزار قباني عن السيدة المقدسية عن المرأة المقدسية، حيث قال أن على الرجال العرب أن يعلموا أنهم لا يحتكرون مجد الحياة ولا مجد الموت، وأن المرأة يمكن أن تعشق أنبل كثيرا مما يعشقون وأن تموت أروع بكثير مما يموتون. من هنا من باب الشهداء من باب العمود كنا معكم في هذه النافذة للحديث أكثر عن السيدات المقدسيات ودورهم في النضال الفلسطيني. شكرا للزميلة أسيل على هذه النافذة المباشرة. واستكمالا لموضوع قرارات ترامب وتبعياته على مدينة القدس، شددت لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني وقوى وطنية وإسلامية في القدس على ضرورة مقاطعة المؤسسات الأمريكية بأكملها ردا على قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، كما وأكدت ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة القدس الذي أكد على أن أمريكا بقرارات هذه المنحازة للاحتلال أنهت دورها بعمليات السلام. نتحدث عن تبعيات هذا المؤتمر وعن مخرجات هذا المؤتمر وتبعيات قرار ترامب معي ضيفي هنا في الاستوديو الناشط في القوى الوطنية والإسلامية في القدس الأستاذ هاني العساوي. يسعد صباحك وجمعة مبارك. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. بداية، ما هو أهم ما نتج عن هذا المؤتمر؟ في الحقيقة القطاع اللي يمكن يتحرك في القدس هو مواطني أهالي القدس بشكل خاص والداخل،
فيقع على عاتقهم التصدي المباشر للإجراءات الإسرائيلية المتخذة في القدس. وكأي جزء من الشعب الفلسطيني اتخذت المواقف والقرارات التي تتناسب مع قدرة هذا القطاع من المجتمع الفلسطيني الداخل والقدس للتصدي للإجراءات الناتجة عن قرار ترامب وما تتخذه إسرائيل من إجراءات على أرض الواقع. وكان الموقف نفس الموقف الذي يتكرر في جميع الساحات الفلسطينية، ساحات التواجد الشعبي الفلسطيني الداعية إلى التصدي لتبعات هذا القرار، وبشكل خاص إظهار الموقف الوطني بأن أمريكا أظهرت وجهها السافر بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي للإجراءات الإسرائيلية، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف واضح من جميع المؤسسات الأمريكية العاملة في فلسطين، عاملة في القدس وفي أي مكان آخر، ووجهت الدعوة لجماهير شعبنا للتحرك والتصدي، وبشكل خاص جماهير شعبنا القادرة على الوصول لمنطقة القدس، وهي سميت بشكل مختصر صرخة المليونين، مليونين مواطن فلسطيني من الداخل والقدس الذين يستطيعون التصدي بشكل مباشر للإجراءات الإسرائيلية في القدس. كان هناك إجماع من المواطنين ممثلي الجماهير الفلسطينية في الداخل من خلال لجنة المتابعة والقوى الوطنية بالعمل على برنامج للتصدي. كان أولى هذه الخطوات طبعا في القدس الاحتجاجات المستمرة والدعوة إلى الاحتجاجات المستمرة كما نشاهد بالصور الآن، كما نشاهد يوميا في ساحات باب العمود وشارع صلاح الدين وداخل المسجد الأقصى أثناء الصلاة وفيما بعد الصلاة. وكانت المظاهرة المركزية أمام السفارة الإسرائيلية في الأمريكية في تل أبيب من قبل مواطني الداخل، كما رتب أو كان مرتبا من الأصل إجراء مظاهرة أو اجتماع جماهيري حاشد وقطري في مدينة سخنين بعد ظهر اليوم. أستاذ هاني، نتحدث أيضا عن مسيرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب قبل يومين، أهمية هذا الالتفاف الشعبي في الداخل والضفة وكافة محافظات الوطن، وهل باعتقادك هذه الوقفات تساعد في الضغط على ترامب بالتراجع عن قراراته؟ أنا في اعتقادي أنه أي عمل مهما كان حجمه ومهما كان صغره، عندما تتجمع جميع النشاطات المعارضة والمناهضة لهذا القرار الظالم في النهاية تشكل شيء ضخم، شيء كبير، اللي ممكن أو يجب إذا لم يؤثر بشكل مباشر على الإدارة الأمريكية أو الحكم الأمريكي للتراجع عن القرار، ولكن يساهم في خلق رأي عام دولي للضغط على أمريكا أو لردع أي جهة أخرى تحاول السير على طريق أمريكا باتخاذ خطوات مشابهة للتي اتخذها الرئيس الأمريكي. وكمحلل سياسي وباعتقادك، هل تعتقد أن القرارات الناتجة عن القمم العربية سواء كانت محلية دوليا ترتقي لمستوى الحدث، وما هو المطلوب على الناحية الاستراتيجية والسياسية فلسطينيا عربيا ودوليا؟ كما ذكرنا أي عمل في النهاية هو ضد الإجراء الأمريكي عمل مفيد، ولكن كنا نتوقع أن تكون القرارات أكثر وضوح وأكثر بالاتجاه العملي، باتجاه الحديث عن خطوات عملية واتخاذ خطوات عملية، ليس فقط الدعوة إلى، وإنما اتخاذ خطوات عملية. وفي اعتقادي بأنه لو بادرت الدول التي لها علاقات مع أمريكا، علاقات مع إسرائيل، لاتخاذ خطوات عملية، يعني قد يكون مبالغ في التوقع بقطع علاقات دبلوماسية مع أمريكا، ولكن على الأقل كان من الممكن استدعاء السفراء وتقديم الاحتجاجات المباشرة على المستوى الشعبي، على المستوى الجماهيري ممكن، وهذا شيء أعتقد أنه بدأ عندنا في الساحة الفلسطينية، مقاطعة المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية. يجب اتخاذ خطوات التي تشعر الجانب الأمريكي بأن هنالك ثمن لموقف
ظالم وسافر كالموقف اللي اتخذه الرئيس الأمريكي. وطبعا إذا بادرت الدول الإسلامية في مجلس التعاون في المجلس التعاون الإسلامي مؤتمر التعاون الإسلامي اللي عقد في إسطنبول أو القمة العربية لدعوة أعضائها لاتخاذ خطوات مشابهة لما يجب أن يؤخذ أو دعوة السفراء الأمريكيين وتقديم الاحتجاج الضغط على أمريكا اقتصاديا لنقل، هذه إجراءات قد تردع أمريكا وتردع غير أمريكا ممن يحاول اتخاذ خطوات مشابهة. مدينة القدس وعلى الرغم من اعتراف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية بها بأنها عاصمة لدولة عاصمة لفلسطين وأنها هي مدينة محتلة، نشاهد إجراءات الاحتلال التعسفية من استيطان اعتقال وغيرها، الآن وبعد قرار ترامب هذا مدينة القدس إلى أين؟ مدينة القدس مدينة محتلة وفق جميع القرارات الدولية، وهنا قد نتحدث عن القدس بكاملها وليس فقط القدس الشرقية، لأن هنالك قرارات تتعلق في القدس كمدينة. صحيح. حتى حسب القرار التي أقيمت بموجبه دولة إسرائيل قرار 181 القدس بقيت خارج. صحيح. تحت سيادة دولية السيطرة الإسرائيلية رسميا وقانونيا من ناحية دولية، واعتبر السيطرة على القدس الغربية كذلك احتلال إسرائيلي، وكان هناك قرار من الجمعية العامة عام 49 اللي دعا إلى وضع الضمانات لجعل القدس تحت الوصاية الدولية ورفض اعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل حتى قبل 67. وبالتالي فمدينة القدس في وضعها القانوني هي وضع محتل، وأعتقد أنه لا ترامب ولا الإدارة الأمريكية ولا أي قوة في العالم تستطيع أن تغير هذا الوضع القانوني لمدينة القدس، وخاصة أن مدينة القدس يعيش فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين يمارسون حياتهم اليومية، وهم من يحكم تبعية هذه المدينة ولمن تكون، على الرغم من جميع الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في مدينة القدس طوال 50 عام من محاولات التهويد، إلا أن حتى الإسرائيليين أنفسهم والقادة السياسيين الإسرائيليين يعترفون بأن القدس ليست موحدة من ناحية عملية، وإنما القدس الشرقية تختلف، ولا يستطيع الإسرائيلي التجول في القدس الشرقية بحرية كما هو في القدس الغربية أو التصرف كما يتصرف في القدس الغربية، على الرغم من جميع المحاولات من استخدام جميع القوانين الإسرائيلية التي تسهل السيطرة الإسرائيلية على القدس من استيطان ومن ضم ومن محاولات أسرلة، إلا أن الطابع الفلسطيني لا يزال قائم وسوف يبقى، وسوف تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية رغم جميع القرارات التي تتخذ إسرائيليا أو أمريكيا. وهذا ما يؤكد عليه الشبان المقدسيين خاصة في أثناء تواجدهم عند درجات باب العمود وهذه المسيرات والوقفات التضامنية التي تنبع من داخلهم، إلا أننا نلاحظ أن هذه المسيرات تكون بمشاركة عدد أكبر إذا ما تمت الدعوة لها من قبل القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس. نتحدث وكناشط في هذه القوى، هل هنالك فعاليات أخرى ستكون وما هو الواجب القيام به ردا على هذا القرار؟ وبهذا أنهي معك هذه الفقرة. أنا في اعتقادي أنه واجب الجميع بدعوات وبدون دعوات، أنا كمتواجد في القدس أشاهد يوميا أن هنالك العديد من الناشطين ومن الشبان والصبايا اللي بيشاركوا في هذه الفعاليات انطلاقا من شعورهم بأن المدينة لهم ويجب أن يهبوا للدفاع عنها، يجب أن يتخذوا الإجراءات. صحيح أنه لما يكون في دعوات من جهات وطنية أو إسلامية يكون هناك تواجد أكبر، ولكن نأمل بأن يكون التواجد كمان أكثر وأشمل، يشمل جميع المواطنين جميع الساكنين في القدس، وكذلك مشاركة أهلنا من الداخل الفلسطيني حتى يكون رد الفعل على الأرض يتناسب مع خطورة التهديد الموجه لمدينة القدس، ونأمل بأن تتسع هذه الاحتجاجات حتى تفشل الإجراءات الإسرائيلية والموقف الأمريكي الداعم لهذه الإجراءات. لربما لمدينة القدس حساسية وموقف خاص، وهي أن عادة الفعاليات تجابه من قبل قوات الاحتلال إما بإلغاء هذه الفعالية أو اعتقال القائمين عليها والنشطاء فيها.
قوات الاحتلال مصممة على منع أي نشاط في القدس، أخذت جميع الإجراءات مسبقا، وشاهدنا بالأمس وفي الأيام الماضية أنه حتى مجرد الجلوس على درجات باب العمود أصبح يشكل استفزاز بدون القيام بأي نشاط. مجرد الجلوس على درجات باب العمود أصبح يشكل استفزاز لهذه القوات ويدفعها لاتخاذ إجراءات عنيفة وصارمة تجاه الشبان والصبايا المتواجدين على درجات باب العمود وقمع هذه الإجراءات. ولكن على في اعتقادي أنه رغم جميع الإجراءات هذه ورغم الاعتقالات ورغم إبعاد الناشطين عن مدينة القدس والتواجد فيها، إلا أنه القدس ستبقى حية بأهلها وستبقى في الصف الأمامي للدفاع عن هذه المدينة، وسوف يبقى المواطنين في القدس هم رأس الحربة في التصدي للإجراءات الإسرائيلية والدعم الأمريكي اللامحدود لهذه الإجراءات. ربما كانت هبة الأقصى تموز الماضي هي مثال حي على التكاتف الاجتماعي وعلى الصمود والثبات في الموقف، وهذا ما نلاحظه جليا في باب العمود، مواجهة كر وفر ما بين قوات الاحتلال والشبان المتواجدين هناك. طبعا تجربة تموز الماضي في التصدي للإجراءات الإسرائيلية أثبتت للإسرائيليين قبل غير بأنه لا يمكن فرض إجراءات إسرائيلية أحادية على المواطنين في مدينة القدس، ولا يمكن سلب الطابع الفلسطيني الإسلامي المسيحي لمدينة القدس على الرغم من كل الإجراءات وعلى الرغم من كل الدعم المتوفر لسلطات الاحتلال والقمع التي تمارس سلطات الاحتلال. وفي النهاية الموقف الجماهيري الشعبي والتضامن الشامل من كل فئات المجتمع المقدسي أثبتت قدرتها على إفشال هذه المخططات وإثبات عروبة القدس وتبعيتها لمواطنيها من مسلمين ومسيحيين. هكذا هم أصحاب الحق، يدافعون ببسالة ودون خوف كما تقول كافة يعني الحقائق على أرض الواقع. هذه القدس عاصمة دولة فلسطين الموحدة، وهذه هي القدس العربية بمقدساتها أبنيتها وحجارها وأناسها. الناشط في القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس الأستاذ هاني العيساوي، شكرا لك على تواجدك معنا ويسعد صباحك. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صباح الخير يا قدس، والتي خصصنا فيها الحديث عن تداعيات قرار ترامب الأخير المتعلق بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، وتأكيد أن القدس لنا وأن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية. كونوا معنا في حلقة جديدة الجمعة المقبلة ومواضيع مختلفة تلخص أهم التطورات السياسية والميدانية والثقافية والاقتصادية في العاصمة. جمعة مباركة.